معلومات جديدة وحصرية تكشفها الحدث. واشنطن تقول إن روسيا وإيران تهديد مشترك وخطير. إسرائيل تقول إنها قلصت قدرة حماس إلى النصف بقتل 13,000 من عناصرها منذ بدء الحرب. الجيش السوداني ينشر مقطعاً لقواته في شوارع جنوب أمدرمان، ومصادر تنفي سيطرة الدعم السريع على سلاح المهندسين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. كشفت الاستخبارات الأوكرانية أن المشغلين الروس للطائرات بدون طيار الإيرانية يتلقون التدريب في مطار الشعيرات في ريف محافظة حمص في سوريا. وذكرت المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية أن التدريبات يقودها الحرس الثوري الإيراني وأحد قادة حزب الله اللبناني، وتتضمن إتقان إطلاق وتشغيل الطائرات بدون طيار من طرازات شاهد وأبابيل ورعد. لا يبدو أن التصعيد الذي تقوم به أذرع إيران ووكلاؤها هو الأمر الوحيد الذي يقلق الغرب، على رأسها الولايات المتحدة، بل هناك ما هو أشد خطرا من هذا التصعيد والتعاون العسكري المتنامي بين إيران وروسيا. فمنذ الحرب الروسية على أوكرانيا باتت أعين واشنطن تراقب عن كثب تقارب البلدين وتحصي عدد تحركاتهما وسكناتهما. فالغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة يدركون تماما أن الدعم السخي الذي قدمته طهران لموسكو منذ بدء حربها على كييف سيدفع أو يدفع بالقادة الروس لمكافأة طهران، وأي مكافأة ستكون أفضل من مساعدتها على مفاقمة التوترات التي يثيرها وكلاؤها منذ فترة في المنطقة. لكن لماذا يتخوف الغرب من هذا التعاون العسكري الغير مسبوق؟ تجيب تقارير غربية أن ما يقلق الأمريكيين حاليا هو أن تكون إيران قد نقلت تقنيات أو خططا عسكرية روسية إلى الميليشيات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط. والأخطر من ذلك أن تتمكن إيران من الاستفادة من التقنيات الروسية لتطوير ترسانتها الحربية. وتشير مثل هذه التقارير إلى أن شراكة أوسع نطاقا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع ستجمع بين البلدين وليس مجرد ترتيب لإبرام صفقات. على صعيد ذلك يقول معهد واشنطن للدراسات إن مسؤولين غربيين متخوفون من أن تزود موسكو حليفتها إيران بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي وطائرات مروحية، فضلا عن مساعدة بحرية على شكل سفن حربية. وبالرغم من أن مسؤولا في البنتاغون قال للحدث إن الولايات المتحدة لم تلاحظ حتى الآن أي تغييرات ملموسة في الترسانة الإيرانية، وأنها أي إيران قد استفادت بشكل مباشر من الخبرات والأسلحة الروسية، إلا أن وسائل إعلام إيرانية نقلت في نوفمبر الماضي عن مصادر مطلعة قولها إن إيران أكملت ترتيبات شراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي 35 ومروحيات روسية الصنع، وهو ما يعززه تقرير سابق لمجلة فوربس الذي قال إن الأقمار الاصطناعية رصدت مقاتلة سوخوي 35 بحجمها الطبيعي جنوبية إيران، وهي طائرة روسية من طراز رفيع ترغب إيران في الحصول عليها لتعزيز قواتها الجوية.
من واشنطن ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس، أهلا بك. ومن موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف، أهلا بك. وأيضا نرحب بضيفنا من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور، أهلا ومرحبا بك معنا سيد مصدق. أبدأ من السيد إيهاب، والتخوفات الأمريكية من أن يكون هناك تعاون ما بين إيران وروسيا، فعليا هل هذا التخوف جديد؟ هذا الإعلان جديد؟ ولا تدرك واشنطن من الفترة السابقة وبعد بدء الحرب في أوكرانيا أن هناك تعاون ما بين إيران وروسيا؟ نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بالضيفين الكريمين وبكل المشاهدين. هو إعلان غريب في الواقع، لأنه كما حضرتك ذكرتي في آخر سؤال حضرتك، يعني هذا الأمر يعني واضح منذ زمن، وليس حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، يعني منذ سنوات كثيرة هناك تعاون عسكري روسي إيراني معروف طبعا، وإيران تعتمد على روسيا بشكل كبير جدا في تسليحها منذ الحصار الاقتصادي والحصار الكبير المفروض عليها من الولايات المتحدة والدول الغربية منذ ربما عشرات السنوات، حتى منذ الثورة الإسلامية، فليس جديد هناك في هذا الأمر. أعتقد أنه تصريح يعني لن يؤخذ بعين الاعتبار في التحليلات السياسية على المستوى الحالي، لأنه بالفعل التسليح موجود، لكن الذي ربما يختلف اليوم والذي ربما يكون مثار للاهتمام هي نوعية الأسلحة التي باتت طهران تطلبها ربما أو تتعاون فيها مع روسيا. نتحدث عن المسيرات، نتحدث عن الأسلحة الأكثر تكنولوجية والصواريخ الموجهة بدقة والتكنولوجيا المستخدمة في هذه الصواريخ. تبادل المعلومات بين إيران وموسكو في هذا الإطار أعتقد سيكون له استفادة كبيرة جدا بين الجانبين، وسيؤرق بكل تأكيد الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن طبعا. سيد أندري، إلى أي حد موسكو اليوم مستعدة للقيام بتزويد إيران بطائرات مروحية، طائرات سوخوي 35، وأيضا أن تزودها بأنظمة دفاع جوي؟ هل من الممكن أن تذهب موسكو إلى ذلك وتثير ربما حنق وغضب الغرب أكثر عليها الآن؟ يعني أولا كان هناك بخصوص الطائرات وكذلك المروحيات، كان هناك تصريح للجانب الإيراني في نهاية العام الماضي بأن يوجد هناك توافق بهذا الخصوص ما بين روسيا وإيران، فالآن تتم دراسة يعني تسليم هذه أو نقل هذه الطائرات والمروحيات إلى إيران من روسيا، فلذلك التعاون مستمر. بالنسبة لمنظمات الدفاع الجوي، أنا أعتقد كذلك ستكون أو يوجد هناك مجال لتطوير فيه، يعني روسيا تنظر إلى إيران كشريك، كحليف حتى مهم بالنسبة لها، فأنا لا أستبعد بأن في نهاية المطاف سيتم تزويد إيران بهذه المنظمات الدفاع الجوي. بس أود أن أقول أو أشير إلى النقطة المهمة، كانت هناك بعض القيود في للتعاون مع الجانب الإيراني نتيجة القرار لمجلس الأمن للأمم المتحدة يعني حول برنامج النووي الإيراني، ولكن تم رفع جزء كبير أو من هذه القيود، فلذلك لا يوجد هناك أي حواجز بالنسبة لروسيا لتتعاون مع إيران في مجال العسكري، في مجال الصفقات العسكرية، حتى في مجال الصواريخ، فلذلك كل السيناريوهات مفتوحة. نعم سيد مصدق، الغرب وتحديدا الولايات المتحدة ربما على رأسهم تتخوف من أن تنقل طهران إلى أذرعها في المنطقة تقنيات متطورة، هل هذا مستبعد أن تنقل طهران لأذرعها؟ وهل يجب على طهران أن لا تنقل لأذرعها وهي تستخدمها لتحقيق ربما أهدافها في المنطقة للضرب بهذه الأذرع؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم ولمشاهديكم ولزملائكم ولضيفين العزيزين. أنا أعتقد أولا يعني هناك حرب، بكل صراحة يجب أن نقول حاليا هناك حرب، يعني وإن كانت لم تشتعل يعني بكامل طاقتها، ولكن هناك حرب، وروسيا أيضا خطوها وتوجهها واضح في هذه الحرب، هي تقف إلى جانب إيران، وهناك حرب حقيقية يعني حاليا مندلعة بين قوى المقاومة وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من بريطانيا وفرنسا وغيرها، بالإضافة إلى الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين.
وبالتالي ايضا موضوع التعاون الروسي الايراني هذا الشيء ليس جديدا مستقل كما تفضل اخي الاستاذ ايهاب. هذا ليس جديد، ثم ايران لا تحتاج الى ان تجري اختبارات على هذه المسيرات في داخل الاراضي السوريه، يعني يمكن ان يقوموا بذلك في داخل روسيا وحتى في داخل ايران. نعم هناك مشروع مشترك ايراني روسي، نحن لا ننكر ذلك، وهذا بحكم يعني تحالفنا الوطيد مع روسيا وتعاوننا العسكري الدفاعي معها في مواجهه الهجمه الامبرياليه. لماذا يسمح الجانب المقابل لنفسه ان يحشد طاقاته ويقوم بتجميع حلفائه ويفعل كل ما يشاء ولا يحق للطرف المقابل ان يقوم بذلك؟ نعم، وانا ايضا لا استبعد ان توضع هذه الامكانيات تصرف قوى المقاومه التي يسمونها بانها أدرى إيران، ولكن الموضوع ليس فقط لمصلحة إيران، الموضوع لمصلحة فلسطين ولمصلحة قضية أساسية مركزية تعتبرها كل الدول الإسلامية بما فيها الدول العربية هي قضيتها المركزية والعمود الفقري بمواقفها ولسياستها الخارجية، وبالتالي كل شيء محتمل. ولكن هناك شك، يعني هذا الموضوع القديم كما أشار إليه الأستاذ إيهاب، لماذا يثار هذه المرة؟ أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أمام ضغوط حاليا بشان حرب أو الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، وبالتالي هي تريد أن تتهرب من هذا الموضوع وتريد أن توحي بأن الحرب لا تكلفة كبيرة، وربما ستكون الحرب حرب كونية، حرب عالمية، تتدخل روسيا بكل أسلحتها وتوظف هذه الأسلحة لصالح إيران، وإيران أيضا تجهز المقاومة بكل الأسلحة والمعدات القتالية المتطورة. وبالتالي الجانب الامريكي يريد ان يوحي بان هذه الحرب هي مكلفه، وربما هو يريد ان يتنصل ويتهرب من هذه الحرب، يعني هذا ما اعتقده، والا ما هو الدليل يعني طرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟ هو موضوع قديم وايران لم تنكر ذلك. نعم لدينا تعاون، نحن قمنا بتعديل وتحرير الكثير من السلاح المتطور الروسي، بحيث ان الجانب الروسي هو ايضا يستفيد من هذا السلاح، ربما نحن زودنا روسيا ببعض هذه المسيرات لكي نعرف جدوائيتها، لنعرف قدرتها ونختبر هذه القدره في معارك حقيقيه، ربما هذا الشيء ايضا ايران اختبرت ذلك وهذا من حقها، وبالتالي انا اعتقد يعني طالما الطرف المقابل هو في مواجهه الطرف الاخر ايضا يحق له ان يعد نفسه ويجهز نفسه بكل الامكانيات ويكون مستعدا. الحرب هي شارفت الا اذا جنحت الولايات المتحده الامريكيه الى المنطق وجنبت المنطقه من هذه الحرب. سيد ايهاب، من المعروف تاريخيا بأن يحق للحلفاء أن يكون بينهم تعاون عسكري وأن يكون هناك نوع من هذه الشراكات التي تتحدث عنها واشنطن وتقول بأنها مقلقة، ولكن ما رأيك بنقطة بأن واشنطن اليوم تقوم بإشاعة ونشر هذه الذرائع والحديث عن هذه الزوايا تحديدا ومخاوفها، لأنها وفقا للسيد مصدق هي ربما في وضع غير مريح بالنسبة لها، وتريد أن تجد خيوط جديدة تدخلها على المشهد للتخفيف أو من الضغوط عليها؟ ما رأيك بهذه الفرضية؟ أتفق معها بشكل أو بآخر، وربما من الممكن أن أضيف إليها أيضا أن واشنطن أو إدارة جو بايدن، لا أقول إدارة جو بايدن، لأن واشنطن اليوم ستختلف عن واشنطن بعد الرابع من نوفمبر القادم ونجاح دونالد ترامب الذي يبدو شبه مؤكد. أنت تجزم بنجاح دونالد ترامب؟ يعني بنسبة كبيرة أعتقد أنه سينجح طبقا لما أشاهده من أحداث وتطورات، يعني تشي بأنه ربما فرصه في النجاح أكبر بكثير من منافسه. جو بايدن حتى اللحظة يعني أنا أعتقد أن واشنطن اليوم أو إدارة جو بايدن اليوم تحاول أن تبعث برسالة للحلفاء وللعالم أنها يعني لا تريد التصعيد بسبب أن هناك محور متشكل أصبح قويا بات يهدد، وهو محور روسيا إيران وربما تنضم إليه دول أخرى في المستقبل أو جماعات وميليشيات أخرى. فهي تريد أن تقول أن يعني لا أستطيع بمفردي في هذا التوقيت أن أتعامل مع هذا المحور، كل ما أستطيع أن أقوم به هو المراقبة وردة الفعل. وهذه أعتقد هي دعوة للحلفاء أكثر منها
تبيان للحقائق، لأن الحقائق واضحة منذ مدة أن هناك تعاون، وهناك تعاون في التسليح وفي اللوجستيات إلى آخره بين روسيا وإيران، لكن هي فقط واشنطن يعني تزيح الستار من جديد على هذا التعاون الذي هو موجود أصلا بالفعل. الدول الأوروبية تعلم هذا، وربما أعتقد أننا خلال الفترة القادمة سنشاهد تحركات في هذا الإطار من قبل إدارة جو بايدن لمحاولة دعوة الدول الأوروبية أو حثها على التعامل مع إيران بشكل أكثر حزما. لكن المشكلة أنه إيران فقط أكثر حزما لن تفي بالغرض، لأن هناك مخاوف من روسيا وتطور روسيا وقدرات روسيا على الصمود خلال حرب أوكرانيا برغم من كل الدعم الغربي المقدم. واليوم أصبحت الدائرة تدور على الأوكرانيين وعلى القوى الغربية التي دعمتهم، ولم يحقق الأوكرانيون أي شيء منذ بداية الحرب وحتى اللحظة. فالمكاسب كلها حتى اللحظة في هذا الإطار تسير في مصلحة روسيا. على مستوى الشرق الأوسط أيضا إيران حققت الكثير بعد حرب غزة إسرائيل، يعني حركت أذرعها بالوكالة باتجاه المصالح الأمريكية وباتجاه القوى الأمريكية، وباتت تضربها في العراق وتضربها في البحر الأحمر عن طريق الحوثيين، وتؤرق مضاجع الساسة والعسكريين الأمريكيين في هذه الأماكن. وطبعا لا ننسى أن كل ذلك بسبب الموقف الأمريكي من حرب غزة أيضا، التي يعني أبدت توافقا كبيرا مع الأهداف الإسرائيلية منذ اليوم الأول، وانتهى الأمر إلى لا شيء. لا إسرائيل حققت أهدافها، ولا أمريكا حققت الأمن والأمان في الشرق الأوسط، ولا التصعيد لم يتم، بالعكس التصعيد تم وكل هذه الأمور تمت. فأنا أعتقد أنه سوء إدارة جو بايدن لهذه الملفات مجتمعة وضعها في هذا المأزق الذي من خلاله ستقوم بتصريحات في مختلف الاتجاهات لربما توضح للعالم من وجهة نظرها بعض المخاوف التي هي موجودة أصلا ليس فيها جديد. نعم سيد أندري، ربما هذا الطرح اليوم الذي يتحدث عن المخاوف والقلق الغربي والأمريكي من التقارب والتعاون ربما العسكري بشكل أو بآخر ما بين موسكو وطهران، هو ربما لتجميع نوع من الحلفاء إلى جانب الولايات المتحدة كمواقف مراد أخذها تجاه إيران وأيضا تجاه روسيا. كيف تتعامل موسكو اليوم مع هذه التوجهات الأمريكية، وكيف تعول على شراكاتها سواء مع إيران أو أيضا مع الصين؟ أنا أعتقد وكما تفضلت، نعم نحن نرى أن يتم تشكل أو تشكيل نوع من المعسكرات. المعسكر الأول هو نعم روسيا والصين وإيران، فمقابل المعسكر الغربي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك الدول الأوروبية بما في ذلك أستراليا مثلا وغيرها من الدول، أي أنا أعتقد أن الأمر أوسع بكثير من فقط قلق الأمريكي تجاه تقارب روسيا الإيراني. وأيضا على ما يبدو ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية أولا يعني التغيير موازين القوى، تحديدا القوى الروسية في الشرق الأوسط. أنا أقصد أن روسيا دائما قد حاولت أن تكون محايدة في مع كل دول الشرق الأوسط. حاليا برأيي شخصي فقط الأمور تغيرت بشكل كامل. نحن نرى أن العلاقات الروسية الإسرائيلية أصبحت أسوأ بكثير مما كانت في السابق. في نفس الوقت يتم هذا التقارب مع الجانب الإيراني وكذلك مع تغيرت مع لصالح يتم تشكل تغيرت بأي شكل سيد أندري، أصبحت أسوأ كما ذكرت أو ربما أخذت منحا مختلف مع إسرائيل، وكيف أصبحت مع دول المنطقة؟ يعني أنا أقصد يعني يتم ابتعاد الروسي عن إسرائيل ويتم تقارب الروسي والروسي الإيراني. نعم كذلك توجد هناك علاقات جيدة جدا مع الدول العربية من بينها السعودية من بينها الإمارات من بينها مصر غيرها من الدول العربية، فعلى ما يبدو هذا ما يقلق كذلك الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أن في نهاية المطاف يعني نحن نرى أن يوجد هناك تقوية التعاون بين روسيا من جهة وما بين دول الشرق الأوسط من جهة الأخرى، فلذلك توجد هناك هذه التخوفات الأمريكية. ثانيا برأي شخصي ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر مرتبط بالممرات التجارية. يعني كان هناك محاولات الأمريكية لإقامة الممر التجاري من الهند
عبر الأراضي الإسرائيلية باتجاه الدول الأوروبية، ولكن فشلت هذه المحاولات الأمريكية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كذلك الحوثيون يقومون بعرقلة أعمال الممر التجاري القديم وهو عن طريق قناة السويس. ما هي الخيارات المتاحة؟ بسيط جدا، يعني هناك حزام والطريق الصيني وكذلك الممر الشمالي التجاري الروسي، يعني طول الحدود الشمالية الروسية بحرا. فلذلك يعني الأمر مرتبط ليس فقط بهذه التحالفات، ليس فقط بهذه المعسكرات، بل كذلك بربما التغيرات في التجارة العالمية. فيعني كل المحاولات الأمريكية لإقامة الممرات التجارية الجديدة لحفاظ الممرات التجارية القديمة تصطدم مع الموقف للصين، لإيران ولروسيا، فتوجد هناك حتى منافسة في هذا المجال. سيد مصدق، المنطقة والعالم ككل في مرحلة تغييرية واضحة جدا، يعني منعطفات كبيرة بدءا من حرب أوكرانيا واليوم بعد أيضا ما حدث في غزة. إلى أي حد إيران مستعدة ربما لتغيير شكل طبيعة علاقاتها في المنطقة، وهناك رؤية جديدة لتشكل كما ذكرنا قبل قليل تحالفات جديدة، محاور كبيرة، في ظل مطالبة الجميع بالكف ربما عن دعم هذه الفصائل الموالية لها في المنطقة؟ هل هذا وارد بالنسبة لإيران أن يتغير هذا الشكل ويأخذ منحى مختلف؟ طبعا يعني كل شيء ممكن. اولا يعني موضوع الفصائل ودعم ايران لهذه الفصائل وفلسفه تاسيس وتشكيل هذه الفصائل المقاومه هو واضح كما قلت، يعني عندك مرات يعني هناك فراغ للاسف، يعني هناك مشروع امريكي صهيوني يعمل بكل طاقته ويحاول ان يستنزف كل الدول العربيه والدول الاسلاميه ويستاثر ويستبيح كل الحرمات، ولكن في المقابل ليس هناك مشروع عربي إسلامي واضح يعني قوي رادع يستطيع أن يتواجه مع ذلك، وبالتالي هناك حالة تدمر لدى الشعوب، وكل هذه الأمور هي التي أدت إلى أن تصعد المقاومة أو يصعد هذا الفكر المقاوم، وإيران أيضا استفادت من هذا الفكر المقاوم. أساسا إيران لديها تجارب تاريخية، يعني العقيدة العسكرية القديمة، يعني أنا أتحدث إلى ما قبل 2500 سنة، يعني في عهد كيروش وفي عهد الإخمينيين في إيران. أيضا كان لإيران تواجد في اليمن وفي باب المندب وأيضا في مضيق هرمز. لماذا؟ لأن العقيدة العسكرية منذ ذلك الوقت كانت تقول أن من يستطيع أن يسيطر على مضيقي هرمز وباب المندب سوف يكون سيدا على العالم، وبالتالي إيران كانت تستفيد من هذه القاعدة لدحر القوى الاستعمارية التي كانت تأتي إلى هذه المنطقة، وإيران أيضا كانت دائما في مواجهة معها. نحن شاهدنا في هذه المنطقة أنواع كثيرة والوان كثيرة من الاستعمار في الغالي البريطاني والفرنسي وأشكال متعددة، وبالتالي يعني هذا هو الأسلوب الرادع. أنا أعتقد يعني هذا الخلأ وهذا الفراغ هو الذي يؤدي، يعني إذا تكونت جبهة، يعني أنا أقول بكل صراحة لو أعلنت المملكة العربية السعودية شقيقة على سبيل المثال تأسيس جبهة يعني تكون جادة في ذلك، أنا أؤمن وأقول بجزم أن إيران أيضا سوف تنضم إلى هذه الجبهة، وكل قوى المقاومة أيضا سوف تنضم. ولكن ما هو العلاج حاليا؟ نرى ماذا تفعل إسرائيل والجرائم والولايات المتحدة الأمريكية من اشتراطات وخروقات في القانون الدولي. على أي حال كل هذا الموضوع السؤال إذا بس نجيب على سؤالك بإيجاز، أنا أقول هذا الشيء مرتهن بما سيقع في المستقبل، يعني إذا شاهدنا تحسنا أكثر في المواقف العربية والإسلامية باتجاه ممارسة الضغط الأكبر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل من أجل مصلحة دول هذه المنطقة، إيران سوف تتكيف مع هذه الفكرة وسوف تنضم، وأساسا يعني سوف لن يبقى أي مبرر لوجود شيء اسمه المقاومة. المقاومة هي ردة فعل أمام ظلم، أمام استعمار، أمام استباحة، أمام خروقات، وأمام تجاوز وتطاول على حقوق شعوب هذه المنطقة. نعم سيد إيهاب، إلى أي حد
موقف الولايات المتحدة اليوم وتعاطيها مع الأحداث في غزة والدعم لإسرائيل وعدم اتخاذ ربما موقف طالب به الكثير بما يخص وقف إطلاق النار في غزة ووقف هذا النزيف البشري فعليا المستمر، أثر على الجميع كردود فعل، كعلاقات مستقبلية ربما لواشنطن، وهل تشعر هي بأنها أخطأت كما يقول البعض؟ نعم، سؤال حضرتك مهم جدا، وأريد أن أقول إن بالفعل قرارات واشنطن في التعاطي مع حرب غزة منذ، لا أقول اليوم الأول، لأنه اليوم الأول كان هناك تعاطف تقريبا من دول كثيرة مع إسرائيل بسبب تعرضها لهجمة كبيرة من حماس، ولكن بعد ذلك عندما بدأ رد الفعل الإسرائيلي المفرط وأعلنت واشنطن دعمها اللا محدود ودون خطوط حمراء لإسرائيل، وذهبت إسرائيل إلى أقصى مدى في إبادة الفلسطينيين وهدم كل شيء داخل قطاع غزة، وجدت نفسها واشنطن يعني مضطرة للتعاطي مع هذا الأمر إلى أبعد مدى، والذهاب مع إسرائيل إلى أقصى هدف ممكن تحاول إسرائيل أن تحققه بالرغم من أنها لم تحقق أي أهداف، ووجدت نفسها في خانة وفي زاوية محشورة مع إسرائيل دون دول العالم. وأصبح ينذر لإدارة جو بايدن أنها إدارة ترفع شعارات وتطبق أخرى، وليس لها علاقة بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بالحريات ولا إلى آخره، وهذا ألب حتى على جو بايدن والديمقراطيين المواطنين الأمريكيين أنفسهم. شهدنا التظاهرات التي خرجت، ولا أقول تظاهرات من عرب ولا شرق أوسطيين فقط، من كل الأعراق ومن كل الأجناس ومن كل الأديان، ومن اليهود أنفسهم ومن الإسرائيليين أنفسهم المقيمين داخل الولايات المتحدة. فوجدت واشنطن نفسها مضطرة أن تسير خلف نتنياهو، لكن نتنياهو أصبح له طموح جامح لا تستطيع حتى واشنطن أن توقفه، ولكن مضطرة للأسف الشديد أن تظل في سفينة نتنياهو حتى إما أن تصطدم بصخرة في البحر وتتفتت، أو أن تستطيع أن تكبح جماحه، وهذا ما ليس بيدها، لا توجد بيدها تلك هذه الأدوات للأسف. هل تترك نفسها تغرق كرمى لعينين نتنياهو؟ يعني قد يسأل هذه. شوفي حضرتك، يعني حضرتك وضعت يدك على السؤال الأصعب في كل ما نشاهده، قدرة جو بايدن. طيب أقول لحضرتك، اليوم جو بايدن ألم يتهم نتنياهو بأنه أصبح لإسرائيل فرط، يعني أصبحت مفرطة وما تقوم به غير صحيح، وأن الذهاب إلى قطاع إلى رفح أمر غير مرحب به، ألم تقل إسرائيل كل هذا الأمر؟ نعم. طيب إذا لماذا لا نذهب اليوم لمجلس الأمن ونختبر تصريحات واشنطن، تصريحات جو بايدن؟ نذهب لمجلس الأمن ونطالب بوقف إطلاق النار. أنا أؤكد لحضرتك أنه أمريكا ستستخدم مرة أخرى حق النقد الفيتو. شكرا. يعني نعم. شكرا جزيلا، وأعتذر من ضيوفي من واشنطن، كنت معنا الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس، شكرا لك. من موسكو كان معنا أيضا المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف، وأعتذر لضيق الوقت. ومن طهران أيضا شكرا جزيلا للكاتب والباحث السياسي مصدق بور، شكرا جزيلا. أكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على سلسلة أهداف تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك سيارة استقلتها عناصر من الجماعة في منطقة مارون الراس. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة إكس أنه جرى أيضا تدمير عدة بنى تحتية في مناطق العديس والخيام في جنوب لبنان. وأضاف أدرعي أن الجيش هاجم كذلك مبنيين عسكريين وموقعا عسكريا في مناطق طير حرفة والجبين ومارون الراس. وفي وقت سابق اليوم أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب مستشفى بنت جبيل في جنوب لبنان. وكانت مراسلة الحدث أفادت بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام في مدينة بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي جنوبي لبنان. وأوضحت مصادر الحدث أن السيارة المستهدفة كانت تقل
مسؤول بلدة مارون الراس في حزب الله محمد عبد الرسول علوية. النشرة مستمرة وفيها أيضا: إسرائيل تقول إنها قلصت قدرة حماس إلى النصف. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. أهلا بكم من جديد. في عملية هي الثانية من نوعها منذ بدء الحرب، أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير 2 من المحتجزين لدى حماس في عملية وصفها بالمعقدة. العملية تمت تحت غطاء جوي وقصف بري وبحري على مناطق رفح، الأمر الذي أوقع العشرات من القتلى والجرحى، وطال القصف الإسرائيلي عشرات المنازل والمرافق الخدمية ومخيمات النازحين في مدينة رفح قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له انتهاء ضرباته في المنطقة. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قال إن قواته تمكنت من قطع الاتصالات بين عناصر حركة حماس خلال تنفيذ العملية التي وصفها بالمعقدة، والتي نجحت بتحرير 2 من المحتجزين لدى حماس في رفح. نقوم بكل ما هو ممكن لاستعادة جميع المحتجزين، ولقد أجرينا عملية معقدة لإطلاق سراحهم في رفح، حيث قمنا باقتحام بعض المباني واشتبكنا مع عناصر تابعة لحركة حماس. أود أن أقول إن عملية استعادة المحتجزين في رفح تمت وفقا لمعلومات استخباراتية، ولقد تمكنا في الساعات الأخيرة من قطع الاتصالات بين عناصر حركة حماس. أود أن أشير أيضا إلى أن نحو 143 محتجزا لا يزالون في قطاع غزة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على العملية في رفح واستعادة إسرائيل 2 من المحتجزين، قال إن إسرائيل لن تهدر أي فرصة لتحرير الرهائن، ويجب أن يستمر الضغط العسكري حتى النصر في غزة والقضاء على حماس، مضيفا أن وحده الضغط العسكري المتواصل سيحرر الرهائن على حد وصفه. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت أشاد بعملية تحرير المحتجزين ووصفها بالنوعية والمثيرة للإعجاب، والتي نفذت بمستوى عال بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي والأمن الداخلي ووحدة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية. وفي منشور له على منصة إكس أكد جالنت مواصلة العمل على تنفيذ إعادة الرهائن الإسرائيليين بأي شكل من الأشكال وبغض النظر عن أي شيء آخر.
من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أهلا ومرحبا بك معنا زياد. إذا ما كان هناك أي جديد بما يخص التصريحات حول موضوع اللقاء في القاهرة، موضوع الهدنة وكل ما هو جديد لديك؟ حتى الساعة إسرائيل لم تعلن المشاركة رسميا، لكن على الأغلب سيشارك الوفد الإسرائيلي غدا في مفاوضات القاهرة التي يحضرها رئيس CIA ورئيس وزراء قطر بالإضافة إلى المخابرات المصرية للبحث في إمكان الخروج من التعثر الحاصل حاليا والعودة إلى محاولة تنفيذ إطار باريس بشكل أو بآخر لجهة صفقة تبادل قريبة بين حماس وإسرائيل. في المقابل إسرائيل تستمر في التصريحات التصعيدية إنجاز التعبير، خاصة التلويح بأنها توشك أن تجتاح رفح. قبل بعض الوقت أيضا حتى الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانس قال إن العملية العسكرية البرية في رفح ليست موضع استفهام في إسرائيل، بمعنى أنها ستكون لكن عملية هذا يبقى مرهونا بظروف معينة وفق المصادر الإسرائيلية التي تقدر بأنه في خلال أسابيع قد تنطلق هذه العملية بشكل أو بآخر. زياد، موضوع استعادة المحتجزين وكل الأسرى الموجودين لدى حماس، كيف وهذه التصريحات طبعا كيف يتعاطى معها ويستقبلها أهاليهم وذويهم؟ طبعا هيئة عائلات الأسرى كما تسمى في إسرائيل أصدرت بيانا رحبت بتحرير المحتجزين في رفح، لكنها أشارت في على المقلب الآخر إلى أن مصير 134 أسيرا إسرائيليا بيد الحكومة الأمنية الإسرائيلية عشية مفاوضات القاهرة، في تصريح واضح بأن هؤلاء يريدون صفقة تبادل شاملة في أسرع وقت للاعتقاد السائد لديهم بأن النافذة الزمنية قد تغلق قريبا لإتمام مثل هذه الصفقة، وبالتالي قضية إطلاق سراح محتجزين لا تبعث على التفاؤل في لدى عائلات الأسرى بأن يعني الجهد العملياتي يمكن أن يقود إلى تحرير المزيد من هؤلاء بهذا الشكل، بمعنى بشكل عملياتي. الاعتقاد السائد في إسرائيل أيضا لدى المستوى السياسي والعسكري بأن السواد الأعظم من الأسرى في الأنفاق، وأن فقط عملية تبادل هي من القادرة على إخراجهم من قطاع غزة. زياد، إسرائيل تقول بأنها قلصت قدرة حماس إلى النصف فعليا ومن خلال الهجمات التي كانت تشنها حماس ربما والفصائل على العمق الإسرائيلي، هل هذا فعليا منطقي وفقا للحركة هذه على الأرض؟ طبعا نتنياهو هو الذي يردد هذا الأمر منذ عدة أيام. التقديرات لدى الإسرائيليين بأن قدرات حماس ما تزال إن كان لجهة إطلاق الصواريخ أو لجهة القتال على الأرض ما تزال قائمة، هي تعمل بشكل منظم في الكثير من المناطق حتى تلك التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل في شمال قطاع غزة وفي وسط قطاع غزة. وحتى الاستخبارات الأمريكية كانت أصدرت قبل أسبوعين تقريرا يقول بأن نحو 70% من عناصر حماس لم يصابوا والكوادر الأساسية لم تصب في الضربات الإسرائيلية. نتنياهو طبعا يقول بأنه إسرائيل أفلحت في قتل 12 ألفا من مقاتلي حماس. التوقعات بأن حماس لديها نحو 50,000 من المقاتلين في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك، من القدس كنت معنا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن على المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية التدخل لإلزام إسرائيل بوقف حربها على الشعب الفلسطيني ووقف هجومها على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وحذر عباس من أن المخاطر حذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن الجيش الإسرائيلي هجوما على مدينة رفح التي تؤوي أكثر من 1,500,000 مواطن فلسطيني لجأوا إليها من شمال القطاع ووسطه. وأضاف الرئيس الفلسطيني أن الهجوم على رفح إن نفذ
فسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر بشعة سيسبب في تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم. وفي حال نفذت إسرائيل هجومها على رفح، قال عباس إن ذلك يعني تكرارا لنكبتي 48 و67 اللتين لن تسمح السلطة بتكرارهما مهما حصل. زعمت الحكومة الإسرائيلية أن قواتها تمكنت من القضاء على 12 ألفا من مقاتلي حركة حماس منذ بدء الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي. المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوضح في بيان له أن العمليات العسكرية للجيش أسفرت عن تقليص القدرة القتالية لحركة حماس بمقدار النصف، بالإضافة لإصابة وأسر عدد كبير من عناصرها. كما أضاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أنه تم القضاء على 3/4 كتائب حماس خلال العمليات القتالية. من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عوض. أهلا ومرحبا بك معنا محمد. محمد، هلا تنقل لنا المشهد من حيث أنت. نعم، نحن في محافظة رفح وسط التخاوف المتواصلة من قبل المواطنين بسبب التهديدات الإسرائيلية بعملية برية على رفح، وأيضا العملية التي حدثت هذه الليلة في هذه المنطقة، وأيضا على الجهة الشمالية من مكان توقفنا هذا الغارات الإسرائيلية أحدثت يعني دمارا كبيرا في المنازل وأيضا في المباني السكنية التي تم تدميرها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا من قبل المدفعية والزوارق التي شاركت بشكل مباشر في هذه العملية من خلال إطلاق النار وإطلاق القذائف المدفعية للتمويه وأيضا لإحداث أسوار من اللهب حول القوة الخاصة الإسرائيلية التي وصلت إلى حي الشبورة. ونحن الآن في حي الشبورة، وعلى مقربة من هذا المكان كان الحدث الأمني والعسكري الذي نفذه الجيش في تحرير الرهينتين الإسرائيليين. لكن ومع كل هذه الغارات المتواصلة على محافظة رفح، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا زال منشغلا في العملية العسكرية في مدينة خان يونس، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي تحديدا في محور التقدم حي الأمل ومنطقة مخيم خان يونس. لكن اللافت هذا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى ناصر الطبي لأكثر من 6 أيام، والقناصة الإسرائيلية تطلق الرصاص على كل من يتحرك في محيط المشفى ويمنع دخول الإمدادات سواء الطبية أو الإغاثية لهذا المجمع الكبير، وأيضا لمدارس الأنروا التي بداخلها عدد كبير من النازحين الذين لم يفلحوا في الوصول إلى هذه النقطة وإلى رفح بفعل القصف الإسرائيلي الذي تواصل على هذه النقطة منذ بدء فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة. محمد، قيل بأنه هذا التكثيف للضربات قبل تنفيذ عملية فك احتجاز الرهينتين أو الأسيرين كما قالت إسرائيل، أحاله البعض إلى أنه فقط ربما لتوجيه الأنظار إلى هذه وإتمام العملية. هل هذه الظاهرة من المتوقع وفقا لمراقبين وعارفين بالأوضاع من الممكن أن تتكرر مرة أخرى، وبالتالي يذهب عدد كبير من الضحايا لإنقاذ أسير أو أسيرين لدى الفصائل؟ هذا المشهد شاهدناه في مرات سابقة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بمحاولة تحرير أسرى آخرين في المناطق الوسطى تحديدا في مخيم النصيرات، ولم تفلح القوة الخاصة بتحرير الأسرى الإسرائيليين. لكن اليوم في رفح الجيش الإسرائيلي اتخذ تكتيكات عديدة، أبرز هذه التكتيكات هي أسوار اللهب التي أحدثتها الطائرات الإسرائيلية في مناطق متفرقة في قطاع غزة، سواء في محور صلاح الدين أو في وسط محافظة رفح، واستهداف المساجد والمنازل المدنية الآمنة وأيضا بعض الخيام التي وصلتها النيران الإسرائيلية. وتزامن ذلك مع عمليات الإنزال والاقتحام التي نفذتها قوى خاصة إسرائيلية من أجل تشتيت الانتباه وأيضا لإبعاد الانتباه عن القوى الخاصة الإسرائيلية التي تمركزت في حي الشبورة، وأيضا قامت بتحرير الأسرى الإسرائيليين. وأيضا كان هناك تدخل من قبل الطائرات الحربية وأيضا الطائرات الروحية التي شاهدناها وهي تطلق الرصاص بشكل مباشر من قبل الرشاشات الثقيلة التي كانت تحملها هذه الطائرات.
شكرا جزيلا لك من رفح جنوب قطاع غزة، كنت معنا مراسل الحدث محمد عوض. تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن تستمر الولايات المتحدة في اتباع مسار حقيقي نحو السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين والجميع في المنطقة. وأضاف بلينكن في حسابه على منصة إكس إلى أن اجتماعاته الأخيرة في دول الشرق الأوسط تركزت على محاولة التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى والتعامل مع الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة. وفي تعليق على رد حماس على الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة ومصر وقطر، قال بلينكن إن رد حماس يتضمن نقاطا تحول دون البدء في التوصل لاتفاق، لكنه يعطي فسحة للسعي من أجل اتفاق والإعادة الرهائن إلى أسرهم. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الأغلبية العظمى من الناس في غزة لا شأن لهم بما حدث في 7 أكتوبر، ولا يمكن إغفال إنسانيتهم. فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على 4 مستوطنين إسرائيليين شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية. وزارة الخارجية البريطانية أوضحت أن المستهدفين بالعقوبات ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان بحق السكان الفلسطينيين لترهيبهم وحملهم على مغادرة أراضيهم. كما أضافت الخارجية البريطانية أن العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين ستشمل فرض قيود مالية وأيضا على السفر، وذلك ضمن مساعي لندن لمواجهة عنف المستوطنين المستمر وغير المسبوق الذي يهدد استقرار الضفة الغربية. وطالبت وزارة الخارجية البريطانية إسرائيل باتخاذ إجراءات أقوى لوضع حد لعنف المستوطنين، مشيرة إلى أنها تلقت عدة تعهدات في هذا الصدد لم يتم تنفيذها أو التزام بها. أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير رهينتين في مهمة مشتركة مع الشباك في مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي قطاع غزة. مراسل الحدث أحمد حرب وصل إلى الموقع الذي تمت فيه عملية تحرير الرهينتين ورصد الوضع في هذا التقرير، نتابع. نتواجد في مخيم الشابورة في وسط مدينة رفح ومن أمام المنزل الذي نفذ الجيش الإسرائيلي عملية خاصة مع جهاز الشباك. هذه العملية التي من خلالها استعاد رهينتين إسرائيليتين من هذا المنزل الذي تم تدميره بشكل كامل عدسة قناتي العربية، والحدث ترصد حجم الدمار والخراب في هذه المنطقة بعد أن انتهى الجيش الإسرائيلي من العملية الخاصة باستعادة الرهينتين. قام بتدمير هذه المنطقة والمربع السكني بشكل كامل، نفذ سلسلة من الغارات والأحزمة النارية التي تعتبر الأعنف على مدينة رفح منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. حصيلة هذه الاستهدافات والغارات والأحزمة النارية على مدينة رفح أكثر من 67 ضحية، مئات الإصابات، وما زالت طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال المزيد من الضحايا من تحت الركام. في هذه العملية الخاصة الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 14 منزل وأكثر من 3 مساجد في مناطق متفرقة من القطاع. مدينة رفح تعتبر المنطقة الآمنة حسب الجيش الإسرائيلي، يوجد بها أكثر من 1,400,000 نازح من كافة مناطق القطاع نزحوا إليها في ظل الاستهدافات والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هنا في مدينة رفح الوضع الصحي والإنساني كارثي وذاهب إلى الانهيار في ظل التصريحات الإسرائيلية بأن يكون هناك عملية برية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح. وفي ظل هذه التهديدات هناك تخوفات كبيرة من قبل المواطنين والنازحين في هذه المنطقة التي لجأوا إليها، التي تعتبر الأكثر أمانا في كافة مناطق القطاع. أحمد حرب لقناتي العربية والحدث من رفح جنوب قطاع غزة. قال مصدر عسكري سوداني إن الجيش تصدى لهجوم شنته قوات الدعم السريع في ضاحية بان جنوب أمدرمان، مشيرا إلى مقتل عدد من أفراد القوة المهاجمة بما فيها قائدها. ونفى المصدر في تصريح للحدث صحة الأخبار المتداولة حول وصول الدعم السريع إلى سلاح المهندسين أو السيطرة عليه، مؤكدا أن الجيش يواصل عملية التأمين
والتقدم في مدينة أم درمان. عادت خدمة شبكة السوداني للاتصالات في عدد من الولايات فيما يستمر انقطاع شبكتي زين وام تي ان. وبحسب مراسل الحدث فإن شبكة سوداني عادت لعدد من المدن في ولاية بورت سودان والجدارف ونهر النيل وغرب كردفان. قال مسؤول في البيت الأبيض مساء أمس الأحد إن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي تمت ترقيته إلى مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، حيث يعد كيربي أحد أبرز الوجوه في البيت الأبيض منذ تولي جو بايدن الرئاسة. من البنتاغون إلى البيت الأبيض وصولا إلى دور أكبر في ترقية أوصى بها البيت الأبيض لجون كيربي. بعد سنتين عمل بهما كيربي كمتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض يصل اليوم بحسب رويترز إلى دور موسع كمستشار اتصالات الأمن القومي ومن نائب مساعد إلى مساعد للرئيس. كيربي الذي يعد أحد أبرز الوجوه في البيت الأبيض لا سيما بعد حرب غزة وظهوره المتواصل سيكون مسؤولاً عن تنسيق الاتصالات مع مجموعة متنوعة من الوكالات، مؤكدين استمراره في تقديم الإفادات أثناء قيادته لفريق مكلف بمساعدته في ترتيب رسائل الإدارة حول قضايا الأمن القومي. لعل إشادة جو بايدن بكيربي بحسب وصف أنيتا دان مستشارة الرئيس وخبرته في مجال الأمن القومي إلى جانب رؤيته صفات أضافت له وجعلته مستشارا ذا قيمة كبيرة للفريق على حد قولها. نلتقي على رأس الساعة. إلى اللقاء.